بكل وضوح وصراحة أقدر أقول لكم إن جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي من أعمدة أي مجتمع، دورها مهم بل في غاية الأهمية. ممكن نوصفها بأنها مساعد للحكومة أو إنها جمعيات في خدمة الشعب، بتسعى أيا كان اسمها لتحقيق مستوى معيشي أفضل للسكان، وكمان خلق عالم جديد، عالم مثقف، عالم متعلم، عالم صحي، عالم بيفكر. لكن ناس كتير بتسأل دلوقتي، هي الجمعيات دي راحت فين؟ هل فعلا اختفت ولا بتشتغل في صمت؟ مؤخرا كتير من الجمعيات شايفين ان في تضييق عليهم، فهل عندهم حق في ده ولا الدولة فعلا بتحاول تنظم عمل الجمعيات الأهلية؟ وهل الدولة عندها مشكلة في فهم دور الجمعيات الأهلية ولا الجمعيات هي اللي عندها مشكلة في معرفة طبيعة عملها؟ أهلا بكم. ناس كتير سمعوا عن الجمعيات الأهلية مع أزمة القانون الأخيرة، لكن الحقيقة إن مصر من أوائل الدول في العالم اللي عرفت الجمعيات والمؤسسات اللي من هذا النوع. ولو رجعنا شوية للتاريخ هنعرف قد إيه الموضوع كان شغلنا من بدري، تقريبا من عشرينيات القرن التاسع عشر، وكان للجمعيات دور محدود في الوقت ده لكنه كان مؤثر برضو. الحقيقة في البداية كانت الجمعيات هدفها تثقيفي، يعني من أوائل الجمعيات التي أسست في مصر جمعية اسمها معهد مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية، ودي كانت سنة 1859. وبعدها تم تأسيس جمعية المعارف، وبعدين الجمعية الجغرافية، وبعد كده ظهر الدور التنموي للجمعيات الأهلية. يعني مش زي ما كنا فاهمين إن دور الجمعيات بس خدمة المجتمع، ولا زي ما كتير فاهمين دلوقتي إن الجمعيات الأهلية دورها بس الحديث عن حقوق الإنسان. لا، ده القانون اللي معمول بيه حاليا تقريبا بيحدد 11 مجال للجمعيات دي، لكن كلها في مجملها بتؤكد على تدعيم العلاقات الإنسانية والتعبير عن التكافل الاجتماعي وتوفير عوامل الأمن والطمأنينة والاستقرار، فمن رعاية الشيخوخة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الخدمات التثقيفية والعلمية والدينية للتنظيم والإدارة، وحتى من رعاية المسجونين لحماية المستهلك وأيضا حقوق الإنسان، وبرضه من تنظيم الأسرة للصداقة ما بين مصر وما بين الشعوب الصديقة. مجالات كتير جدا الحقيقة كلها بتأكد إن الجمعيات دي ليها دور مهم، دور لازم أن تهتم به الدولة. ليه؟ علشان زي ما بنقول إن قيام الجمعيات دي بدورها هيساعد الحكومة في تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع. دور الجمعيات الأهلية في المجتمع ودور الدولة في دعمها ده موضوع مهم فعلا، موضوع مهم لأنه بيخلق أمل لناس كتير. لذلك سيكون ده موضوع حلقتنا النهاردة في الحوار مستمر. في أوقات الأزمات عادة ما يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما لها من دور مهم في تنمية المجتمعات، فهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح ولها وجود في الحياة العامة، فدورها متمم للعمل الحكومي. وقد ظهر المجتمع المدني في مصر بداية باسم العمل التطوعي في القرن التاسع عشر، وتمثل في الجمعيات الأهلية التي تمارس أنشطة التعليم والثقافة والأعمال الخيرية. وبعد الثورة 25 من يناير ارتفع عدد الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال لتنمية المجتمع بشكل ملحوظ، ومع هذا يرى خبراء أن هذه الزيادة لم يقابلها تنمية مجتمعية ملحوظة. أما في الفترة الأخيرة وسط هجوم شديد من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، فقد أعلن مجلس النواب موافقته بصورة نهائية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث أثير الجدل حول المادة 70 و71 و72 والتي تنص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر ومراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية المصرية.
في ظل التحولات السياسية والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، تظهر الحاجة بوضوح إلى تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في وضع استراتيجية خطة التنمية الاجتماعية. زي ما شفنا تقريبا الوضع الحالي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر حاليا، أقدر أقول أنه دور مقيد، أو في أحسن الأحوال بصياغة لطيفة هو دور غير مفعل. بس خلونا نشوف شوية أرقام وإحصائيات ومعلومات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. عايز أقول لكم الأول أن أقدم الجمعيات الأهلية في مصر من 1821 كانت الجمعية اليونانية بالأسكندرية، 1859 جمعية معهد مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية، بعدين سنة 1868 جمعية المعارف، بعد كده 1875 الجمعية الجغرافية، و 1878 الجمعية الخيرية الإسلامية، ودي بالمناسبة كانت من الجمعيات اللي اشتغلت كتير على بث الروح الوطنية عند المصريين. طيب عندنا 1881 دي بقى جمعية شهيرة جدا، هي جمعية المسائل الخيرية القبطية، اللي برضو كانت مشغولة بموضوع مهم جدا، هو نبذ يعني التطرف الديني، نبذ التعصب ما بين قطبي المجتمع في ذلك الوقت، لأنه كان بدأ فيه شوية مناوشات. طيب هي الجامعات الأهلية زي ما قلنا شفنا كان فيها شوية ثقافة، فيها شوية أمور وطنية. طب وبعدين بقى احنا بنقول من 1821 ل 1918 قرابة 100 عام، دي مرحلة البداية. بعد كده جت مرحلة الانتشار، إن هي من 1919 ل 1938. بعدين بقى كان في مرحلة الإشراف والتوجيه، دي من سنة 1939 لغاية 1951، يعني على مشارف ثورة يوليو. بعد كده جت مرحلة اللي احنا بنسميها التنظيم والتنسيق، قعدت 8 سنين بس، من 1952 ل 1960. وبعدين مرحلة بوضوح اسمها محدودية العمل الأهلي، من 1961 لغاية 1973، وعقبها مرحلة الانفتاح. مرحلة الانفتاح دي الحقيقة يعني من 74 ل 81 كانت 7 سنوات فقط، ولكنها كانت مرحلة دعم العمل الأهلي، وده كان كلها في عصر الرئيس الراحل أنور السادات. طيب احنا عندنا الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر بيقول إن عندنا 46845 جمعية، شايفين الرقم قد إيه؟ بينما الوزارة بتقول، وزارة التضامن بتقول لنا إن هم 48000 جمعية أهلية مسجلة. كل ده مش مهم الحقيقة، المهم إيه بقى؟ 48-46 مش ده الموضوع، تقريبا نصهم رايح. ليه؟ لأن في 12000 جمعية متوقفة تماما عن العمل، و12 تانيين زيهم 12000 كده بتعاني من ضعف الأنشطة، لكن الحقيقة إن ده يعني الجامعات مش موجودة. علشان كده احنا ايه قصاد قضية اعتقد انها هم، احنا بنتكلم تقريبا في نص الجمعيات صاحبة التاريخ دي مش موجودة. طيب القضية دي مهمة لينا؟ طبعا مهمة لينا كناس، مهمة للحكومة؟ طبعا مهمة للحكومة، ومهمة للمجتمع، ومهمة لكل الناس، لانها قضية الحقيقة بتهم كتير، لانهم بينتظروا دور فعال لهذه الجمعيات، مستنيين منها نشاط حقيقي. لكن ايه الذي يقيد عمل هذه الجمعيات؟ هل ضعف خبرة مثلا، ولا تضييقات أمنية، ولا في أسباب تشريعية؟ على أي حال كل تلك الأسئلة والتساؤلات هطرحها على ضيف الكريم الخبير الأستاذ يسري مصطفى. يسري مصطفى باحث في مجال المجتمع المدني والقضايا الثقافية، عامل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال التنمية وحقوق الإنسان. تخرج يسري مصطفى في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، حصل على ماجستير في مجال الصحة وتلوث البيئة. عمل يسري مصطفى مديرا تنفيذيا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهو عضو مجلس إدارة الصندوق العربي لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس. يعمل الآن مع التعاون الإنمائي الألماني في مشروع دعم المجلس القومي للسكان. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، منها مؤتمر الأمم المتحدة العالمي ضد العنصرية. له دراسات في قضايا الهوية الثقافية، المجتمع المدني، حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، ومنها أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، تجديد الخطاب الديني وقضايا المرأة، وخطاب النوع الاجتماعي.
إذن سيكون معي الأستاذ يسري مصطفى، وأعتقد حديث في غاية الأهمية عن تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر ودورها في المجتمع. هل فعلا تراجع دورها مؤخرا أم تزايد؟ بالتأكيد كمان سنتحدث عن مستقبل تلك الجمعيات والمؤسسات بعد هذا الفاصل مع الأستاذ يسري مصطفى. الحوار مستمر. ويبقى الحوار مستمرا على شاشة أونلايف. نحن نتحدث عن الجمعيات الأهلية، ومعي ومعكم الأستاذ يسري مصطفى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام. أستاذ يسري، في هذه اللحظة نقدر نوصف وضع الجمعيات الأهلية إزاي في مصر؟ توصيف سريع. وضع الجمعيات الأهلية في مصر الآن طبعا هو مش كل الجمعيات في حالة واحدة، يعني مجال الجمعيات الأهلية متنوع. بشكل عام، بشكل عام احنا نقدر نقول ان الوضع دلوقتي مش إيجابي لحد كبير. يعني في عدم يقين، في قيود، في قانون المفروض يطلع وما طلعش. القانون ده بيفرض قيود جديدة على الجمعيات الأهلية، مخلي في حالة من الارتباك والاضطراب واسعة جدا. فما نقدرش نقول ان الوضع دلوقتي افضل من الاوضاع السابقة، ولكن هو كمان وضع دينامي متغير. يا ترى هيستقر بشكل ايه في النهاية؟ لكن حتى الان المؤشرات مش ايجابية لجميع العاملين في مجال العمل. طيب انا عندي ثلاث ارقام. رقم بيقول اننا تقريبا 48 الف جمعية، ما فرقتش 48 من 46 الف. في 12 الف متوقفين عن العمل، وفي 12 تقريبا نشاط ضعيف، يعني نصف القوة واكتر من نص القوة كمان. يعني قصدي ده تفاؤل كبير ان احنا نتكلم عن نص القوة. لان في كتير من الجمعيات المسجلة بالذات اللي هي كانت جمعيات قديمة زي جمعيات تنمية المجتمع وغيره، بعض الجمعيات اللي بتشغل في مجالات متعددة، ان الجمعيات ده هي جمعيات خاملة. يعني هي موجودة كمباني، موجودة ومسجلة وكل حاجة، لكن ما هياش فاعلة. لان اتصور ان عدد الجمعيات الفاعلة هو اقل من كده بكتير قوي، يعني لا يتجاوز في تقديري 3000 4000 جمعية بتشتغل. اما زياده العدد ما بين تقديرات التضامن الاجتماعي وما بين الواقع فهنا دي في ارتباك اولا في الاحصائيات، دي من ناحيه. الحاجه الثانيه، الارتباك الثاني مرتبط بطريقه تسجيل الجمعيات. يعني كتير من اللي اتحسبوا على منظمات المجتمع المدني او ينظر اليهم كان في طريقه تسجيل ان هو يسجل كشركه مدنيه على سبيل المثال، وبالتالي ما بتبانش عنده كان هو جمعية أهلية. وبتصور كمان إن في مشكلة في حصر كل الجمعيات اللي موجودة. مش متصور إن التضامن الاجتماعي قدرت تحصر كل الجمعيات اللي موجودة على أرض مصر. كخبير بحق في هذا المجال، ببساطة كذا، كيف تعاملت الأنظمة المتعاقبة وتحديدا منذ ثورة يوليو 52 مع الجمعيات ومع أنشطة الجمعيات؟ هو في الحقيقة نقدر نقول إن ثورة يوليو تحديدا هي لغاية دلوقتي هي اللي حط الأساس لطريقة عمل الدولة مع الجمعيات الأهلية. يعني القانون 32 لسنة 64 اللي هو حكم لغايه القانون الجديد اللي طلع 2002 وكده. لو بصيت حضرتك هتلاقي نفس النصوص القانونيه هي موجوده بنفس الشكل. ان في فرض وصايه من قبل الدوله على مجال العمل الاهلي، ويعني وتقييد بعض المجالات خاصه لما ظهر بعد كده مساله التمويل الاجنبي وغيره، ففي تقييد في ده. القانون الجديد اللي بيناقش واللي ما نعرفش مصيره ايه لغايه دلوقتي، يعني موقفه ايه، القانون ده هو في نفس الاتجاه بس بيحط شويه مزيد من القيود. طيب عندنا مشكلة يمكن ظهرت في الرأي العام، ويمكن بعض عايز أقول الداعمين للدولة الداعمين للنظام في مختلف العهود، يعني كانوا بيتحدثوا عما حدث في أوروبا الشرقية، واتهموا صراحة أن هذه النوعية من الجمعيات ربما مخطط أمريكي، ربما مخطط غربي، يعني كل على هواه، يعني كانت وراء انهيار هذه الأنظمة. ده كلام مطلق كده زي ما بنقول، يعني كلام ملوش أسانيده، ولا بيه جزء من الصحة؟ هو في الحقيقة نقدر نقول إن المجتمع المدني والحركات الاجتماعية كانت جزء من الحراك الاجتماعي اللي حصل في أوروبا في الشرقية. لكن هو في الحقيقة السبب الحقيقي لانهيار أوروبا الشرقية هو استبدادها. يعني من زمان وإحنا عارفين إن أنظمة مستبدة ما كانش تجاوزها التاريخ. يعني ما كانش ينفع إن النظام السوفيتي القديم أو أنظمة موجودة في بعض في ألمانيا الشرقية أو غيره أو بولندا باعتبارها كانت الأسبق، يعني إن هي تواصل مسارها في التاريخ. وكمان الجزء الثاني أو الحقيقة الثانية المفروض نقول عليها في الحقيقة إن المجتمع المدني ظهر بعد الانهيار. يعني مفهوم المجتمع المدني ظهر وانتشر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مش قبله.
يعني كانت الانظمه دي مش داخلها. الواقعه في بولندا كانت نقابه التضامن. كانت نقابه التضامن ودي ودي نقابه عماليه من النقابات التقليديه، لان كمان المجتمع المدني اللي بيعني بيه المنظمات غير الحكوميه ما كانتش موجوده. لكن الحركه النقابيه والحركات الاجتماعيه دي حركات قديمه وموجوده وشاركت في حركات. عندنا مشكله تعريف طبعا يعني بهذه المناسبه يعني مش عارفين نقول قوي. طبعا يعني انت حضرتك لما تشوف الادبيات هتكتشف ان في تعريفات متعدده جدا. اتفضل. في بعض يتكلم عن المجتمع المدني ان هو مجرد منظمات حقوق الانسان وكل منظمات التنميه والمنظمات اللي بتشتغل الخيريه وغيره خارج الايه المجتمع المدني، وبعض الناس ممكن يتكلموا يضموا منظمات خيريه او منظمات تنميه. في بعض التعريفات تروح ضم الاحزاب السياسيه اللي هي لا يمكن تكون جزء من المجتمع المدني ان هي جزء من المجتمع المدني. ان الاعلام يعني في ناس تشوف الاعلام هو جزء من المجتمع المدني. ففي عدم اتفاق على تعريف بشكل معين، وغالبا بيبقى في شكل من اشكال التلاعب في استخدام التعريفات. يعني مثلا لو في هجوم على منظمات المجتمع المدني بسبب التمويل، فهي على طول يبقى التعريف رابط بمنظمات حقوق الانسان ومنظمات المراه. اذا كنت ان انا عايز اتكلم عن الارهاب فاربط التعريف ووسعه بالمنظمات الاسلاميه اللي مموله ولا اخره. فهنا التعريفات بتستخدم بشكل سياسي. لكن افتكر انا حتى لما ظهر مفهوم المجتمع المدني في نهايه الثمانينات وكنا بنعمل مؤتمرات، كل الناس عايزه تعرف هو ايه ده. فكل الناس ابتدت يحاولوا ينسبوهم لنفسهم، يعني الماركسيين حاولوا يشوفوا عند جرامشي المفهوم كان ايه، الليبراليين ادم سميث اتكلم ازاي، الاسلاميين نفسهم ابتدوا يتكلموا عن مجتمع مدني اسلامي يقول لك نسميه المجتمع الاهلي مش المجتمع المدني. فمن بدايته هو لغايه دلوقتي مش مستقرين على تعريف محدد جامع مانع ايه هو يعني. طب نكمل بقى اللخبطه. قول لي. هو احنا كراي عام وكمواطنين عندنا خلط في فهم دور المجتمع المدني بقى والجمعيات الاهليه الى اخره؟ في مستويين بالنسبه للمواطنين العاديين في التعامل مع المساله. في الحقيقه كل ما كانت الجمعيه او المؤسسه بتقدم له خدمات او بتقدم له خدمه هو مش داخل في خناقه المثقفين والخناقه السياسيه. كل ما بيشوف التلفزيون ويتحمس او في اطار استقطاب معين فيبتدي يتخانق ويوصم الناس بان هم ايه عملاء ولا اخره، او اي خناقه بتحصل حوالين المجتمع المدني. ودي مشكلة المجتمع المدني عندنا بصراحة، مش مشكلة المجتمع المدني بس، مشكلة الدولة ان هو ما خلوش فرصة كبيرة للمجتمع المدني يلعب دور الاساسي في خدمة المواطنين. يعني انا لما كنت مثلا مدير التنفيذي حاجة زي المنظمة المصرية لحقوق الانسان، كان الناس اللي عندهم مشاكل وبيجوا يطلبوا مثلا دعم قانوني، يقدموا شكوى، حاجات بالشكل ده، وصلت الامانه اللي كانوا بيمضوا عليها. بالظبط. فتبص تلاقي مثلا في خناقه حقوقيه، نقول عليها خدمات حقوقيه قانونيه وحاجات مساعده قانونيه بالاساس. فتيجي او ان حد بينبعت شكوى للمحافظ او كده، تبص تلاقي ان الدوله على مستوى المنظمات عماله تتخانق مع الدوله والدوله عماله تتخانق معاها، وعلى مستوى تاني بنلاقي خطابات جايه من المحافظين بيردوا على شكاوانا فعلا بتعامل معاهم. يعني في مستويين في التعامل. طيب طول ما في مردود عملي الناس بتشتغل. طب خلينا نشوف الناس بتقول ايه. يعني ما احنا كمان عندنا ناس بتقول الحقيقه انه طب نشوف مع بعض ونعلق. هو فعلا منظمات المجتمع المدني ليها دور حقيقي، بس مش كل المنظمات طبعا. يعني هو باختلاف المنظمات، يعني في منظمات فعلا فعاله داخل مصر، وفي منظمات ملهاش اي وجوده، يعني هو مجرد ان هي اسم واخده بس لقب. هو عامه المنظمات المجتمع المدني اصلا ملهاش تواجد على الارضيه، يعني هي بتتواجد بس في فترات الانتخابات، فترات الازمات اللي بيبقى مثلا فيها كوارث وسيول وحاجات زي كده، هم بياخدوا بس السكسي الاولاني بس وخلاص على كده. يعني الجمعيات الصغيره دي انا مش واثق فيها طبعا، يعني بدل ما يبقى عندي 1000 جمعيه، لا انا عندي بقى 5 جمعيات او 6 جمعيات مشهوره او كويسين تدي نتيجه. وانا يعني من خلال الكلام ده يفضل دمج الجمعيات الصغيره دي كلها، يعني كل مثلا 20 جمعيه اخليهم تبقى جمعيه واحده. منظمات المجتمع المدني وتمويلها يبقى تمويلها تحت اطار وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني يبقى سيطرة للدولة عليها ويشوف الفلوس دي تجي لمين ووضعها ايه والأوجه التي تنفق فيها. كلام تاني. وكلام بيعكس لحضرتك الوعي العام تجاه منظمات المجتمع المدني عند الشعب اللي هو غالبا ما بيكونش انخرط في العمل في منظمات المجتمع المدني. يعني غير بلاد تانية ان الاطفال من صغرهم بيلاقوا تنظيمات بتنظم المواطنين في مطالب خاصة بالبيئة، خاصة بيعملوا عمل تطوعي في حاجة. لكن هنا المواطن نفسه بيتكلم عن حاجة هي بعيدة عنه وغريبة، وعشان كده بقول دي مسؤولية الدولة ومسؤولية منظمات المجتمع المدني. في الجزء ده من الحوار عايز افهم ايه علاقة الخير
بالقصه دي كلها. الخير الخير، وهل دي حاجه منفصله ولا ده برضو جزء من النسيج ما نقدرش نفصله؟ يعني في مفهوم بنستخدمه دايما في المجال بتاعنا، هو مفهوم العطاء من اجل العداله الاجتماعيه. اللي هو الخير بالمناسبه هو جزء من العداله الاجتماعيه. وكان طبعا تاريخ الاوقاف كلنا عارفين ان هو وقف شيء عشان ان هو لصالح العام او لصالح فئه معينه او غيره. فهنا بالمعنى ده هو، ففكره العطاء نفسها من اجل الخير دي مطلوب، ولكن ايه شكل العطاء اللي الناس بتتشجع ليه؟ يعني الناس ممكن تدفع عشان خاطر كنيسه، ممكن تدفع عشان خاطر ايتام، ممكن تدفع عشان خاطر قضايا معينه تقليديه اللي هي بتدخله الجنه بالمعنى الايه؟ بالمعنى البسيط. لكن ما هوش متشجع كتير ان هو بدايه لما نتكلم عن البيئه واصلاح احوال البيئه لغايه التضامن الاجتماعي لغايه فكره حقوق الانسان، حقوق المراه، العنف ضد المراه، كل دي منطقه مش للعطاء، مش في الثقافه، ولا عندنا انظمه تربويه ولا حوافز ضريبيه او وضع سياسي عام تساعد ده. يساعد ان الناس يبقى عندها درجه ده الوعي. اوروبا تجاوزت ده والبلاد الاخرى تجاوزت ده. انا عايز اقول لحضرتك معلومه كمان، لما كنا عملنا دراسه عن العرب في امريكا فاتعمل دراسه عن العرب في امريكا وقدرتهم على العطاء زي الجاليات الاخرى لبلادهم، يعني هو عنده دخل فبيجمع ويدي فلوس لبلاده، والافارقه بالمناسبه الجاليه الافريقيه بتعمل ده مع بعض الهيئات الداعمه. العرب قالوا ان هم الاكثر تنظيما، الاكثر تعليما فقراء في امريكا، والاقل تنظيما. يعني ما تقدرش تلاقيهم كتير اساتذه جامعة منهم كتير حاصلين كتير، العرب متعلمين في امريكا، ولكن المشكل فين؟ هم كمان ما عندهمش اي تنظيمات تجمعهم بشكل كويس. فصعب ان انت تروح تتكلم معاهم وتقول لهم تعالوا عشان تعملوا عطاء لمجتمعاتكم وتصلحوا اوضاع مجتمعاتكم. فهنا ده الغايب في المنطقة العربية، ان ثقافة ان احنا نتضامن وننظم بعضنا مش ورها. عشان كده تلاقي دايما العطاء كان من خلال جوامع، من خلال كنائس، وده كان ليه خطورته لان كتير من المؤسسات الدينيه جمعت الفلوس لاغراض غير الاغراض الخيريه. اخر نقطه في الجزء ده من الحوار استاذ يسري وبوضوح وصراحه، واحد هو الانسان هل هي جزء اصيل من العمل الاهلي؟ اثنين بتشكل قد ايه عمل منظمات حقوق الانسان اللي الدنيا قايمه عليها دي من بين 48,000 ولا 46,000 جمعيه اللي احنا بنتكلم عليهم دول؟ في الحقيقه اصل هي ليها مستويين، يعني حقوق الانسان كمنظمات حقوق الانسان بالمعنى المجرد للكلمه، في الحقيقه بالنسبه للعدد الضخم بتاع الجمعيات هي حاجه ما تقدرش ان انت تقول ان هي واخده نسبه محدده، يعني ده نسبتها قليله بشكل كبير، ولكنها الاكثر نشاطا والاكثر ظهورا لارتباطها بالمجتمع الدولي. يعني هي في حركيه موجوده، وان هي دايما اللي في الواجهه مع الدوله، يعني قضايا تعذيب، قضايا سجون، قضايا كذا، فهي اللي في الواجهه غير جمعيه تنميه مجتمع محلي ما حدش واخد باله. ده حجم اعلامي ضخم، واخده حته كبيره من الاعلام. ولا وعندها الكفاءه ان انت ان هم ابتدوا ان هم يستخدموا الادوات الحديثه، وان هم طبيعه الشغل ده بقى جزء ضمن منظومه عالميه موجوده في كل العالم. وبالتالي في سبورت من بره وفي كل حاجه. في هقول ان هو نموذج دولي، لان مش المنطقه العربيه بس، من امريكا اللاتينيه لافريقيا غيره بقى في الحراك المسمى حقوق الانسان ده موجود. ولكن الجزء اللي الناس مش واخده بالهم منه انه منظمات تقليديه تنمويه ابتدت تتبنى حقوق الانسان وبتشتغل على ارض الواقع، بس ما بتاخدوش في اطار الصراع مع الدوله، ولكن في اطار التوعيه. يعني مثلا قضيه زي ختان الاناث مين اللي شالها؟ في الحقيقه منظمات التنميه مش منظمات حقوق الانسان. قضيه خاصه بالحق في التنميه ما هيشالها منظمات تنميه، لكن منظمات حقوق الانسان كان ليها فايده كبيره جدا في ان هي كمان بنت قدرات المنظمات التانيه دي، يعني هي اللي دخلت المفهوم. خلينا ممتاز، خلينا نتوقف عند النقطه دي. بحثنا الجليل الاستاذ يسري مصطفى نتحدث عن الجمعيات الاهليه، واعتقد نحن نتحدث في العمق تماما. ضيفي الكريم رؤيته واضحه تجاه العمل، ما هو بيقول لا 46,000 ولا 48,000 جمعيه فعاله، دي معظمها ارقام، العدد اقل من كده بكتير. جاوبنا على الاسئله، لكن في اسئله كبيره بوضوح. موقف الجمعيات دي بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، علاقه التمويل الاجنبي بالموضوع، هل الجمعيات دي فعلا بتلعب ادوار لدول او لمصالح غربيه؟ بعد الفاصل مع الاستاذ يسري مصطفى، الحوار مستمر. ويبقى الحوار مستمرا على شاشة اون لايف، معي ومعكم الأستاذ يسري مصطفى، نحن نتحدث عن الجمعيات الأهلية في مصر. أستاذ يسري بوضوح كل صراحة، التمويل أفاد عمل الجمعيات في الكادر الواسع زي ما بقوله أو الرؤية العامة، ولا التمويل أضر بهذه الجمعيات؟ وعايز أقول لك
مرة كنت في حوار مع الحقوقي الأستاذ حافظ أبو سادة قال لي فلتذهب جمعيات حقوق الإنسان إلى الجحيم بس حافظوا على العمل الأهلي، ما تفصلوش القانون على علشان تمنعوا منظمات حقوق الإنسان، يغور حقوق الإنسان، خلي الناس تكمل. طيب إحنا لو بنتكلم على القضية دي وزي ما حضرتك بتقول كده خلينا نتكلم بصراحة فيها، هو لأن قضية التمويل، كلمة التمويل في حد ذاتها مش الدعم مثلا، إن هي كلمة بتثير كتير من الدلالات السلبية، رغم الناس تاخد بالها ان كتير من او الجزء الاكبر من التمويل اللي بيجي او الدعم بيجي من خلال وزارات محدده زي وزاره التعاون الدولي وزي وزاره التضامن الاجتماعي، يعني بمعنى ان في معرفه للدوله بالمساله ده. الحاجه الثانيه في التمويل ان احنا بنتكلم عن دعم دولي من هيئات دوليه، وانا مع حضرتك ان ممكن يبقى في بعض الجهات ودي كتير من منظمات المجتمع المدني ما بتتعاملش معاها، يعني في جهات حكوميه تمويلها هي بتحس فيه حساسيه ان هو بيكون موجه بالمعنى السياسي، فكتير من المنظمات الواحد يعرفها ما بتتعاملش مع ده، وفي منظمات بتتعامل مع التمويلات اللي بالشكل ده هو. لكن احنا فتحنا قصه التمويل طول الوقت وكانت خناقته خناقه شرعيه، يعني نزع المشروعيه عن منظمات المجتمع المدني وتحديدا منظمات حقوق الانسان كان بيستخدم بحرب اسمها التمويل، لكن ما حدش بيناقش التمويل في حد ذاته هو فايدته ايه، يعني كل منظمه عملت ايه بالظبط بالاموال اللي جاتها وفين الخروقات اللي موجوده. النقطه الثانيه المهمه قوي اللي نطرحها طول الوقت لان انا اشتغلت في الموضوع ده هو البديل، يعني معنى في منظمات موجودة والمحتاجة ان هي تعمل برامج وتعمل مشاريع، البديل ببساطة هو التمويل المحلي ان انا اجيب فلوس محليا. لو عايزني بقى اقول لك بصراحة كان القيود اللي مفروضة على التمويل المحلي وكان في قرار عسكري بيسكن الناس لو جمعوا اموال باي شكل، فالقيود المفروضة على التمويل المحلي اقصى من القيود المفروضة على التمويل الاجنبي. دي حاجة. الحاجة التانية الأموال العربية أخطر من أموال منظمات معترف بها دوليا كهيئات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كده. أنا لو خدت فلوس من دولة زي ما كان الناس بتاخد من صدام حسين أو القذافي أو أخد من قطر أو أخد من كذا، دي أكثر خطورة لأن الأموال دي مش موجهة للتنمية، دي أهدافها سياسية واضحة. أهدافها سياسية واضحة. فكانت منظمات المجتمع المدني ما عندهاش منافذ خالص غير إن هي يقدم مشاريع ويقبلها ويبعت لوزارة التضامن الاجتماعي عشان تديله الموافقة على المبلغ اللي ايه اللي موجود. احنا طول عمرنا بالنادي يا ريت تتحل مشكلة التمويل، بس شجع لي العطاء الداخلي رجال الاعمال يدعموا ويكون بمنتهى الشفافية، سواء اللي بيدي وسواء اللي بياخد وسواء اللي بيصرف، كل الناس تخضع للرقابة بمنتهى الايه الشفافية. الله يرحمه الدكتور محمد سيد سعيد كان عمل الدراسة الوحيدة حوالين رجال الأعمال ومصر وموقفهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان، اكتشف أن أغلب رجال الأعمال كمان نتيجة الجو المخيف اللي هو لو دعم منظمات أو ما عندهمش، يا إما ما فيش وعي يا إما ما عندوش استعداد أن هو يدعم هذه المنظمات داخلية، وبالتالي المسار بتاع ده مش موجود. طب فهنا نناقش قضية التمويل بأبعادها المختلفة. أنا عايز أشارك ناسنا بس معانا، عايزين نعرف ضيف الكريم بيقول انه المشكله عميقه ولانه من الداخل اصعب من الخارج. طب عمل الجمعيات دي هل بيحظى بثقه المواطنين؟ في ناس ما حدش داري بيها في مناطق بعيده او مناطق فقيره جدا شعبيه، دي ما حدش بيوصل لها، بتبقى محتاجه خدمات كتير في المنطقه نفسها او خدمات لنفسها او عندهم مشاكل كتير. دلوقتي الحكومه فشلت وافشلت الجمعيات المجتمع المدني، كانت بتقدم كثير جدا في المناطق الشعبيه وفي الاحياء الشعبيه والفقراء والمحتاجين من الناحيه الصحيه والتعليميه. حاليا دلوقتي ان الجمعيات حقوق الانسان ملهاش دور نهائي، ده بل بالعكس هي بتتاجر بينا دلوقتي، لا بتتاجر بينا، ان الوضع مش بمعنى برضو، لا هي ملهاش اي دور حقيقي بالفعل. جمعيات حقوق الانسان المفروض ان هي بتقف مع المواطن وبتساعده ان هو ياخد حقوقه في الدوله. اللي انا شايفه ان هي لا ما بتشوهش الدوله ولا حاجه، هي بتقف مع المواطن بس هي محتاجه تفعيل اكتر ومحتاجه يكون ليها قوه اكتر ومحتاجه يكون ليها شعبيه اكتر ومحتاجه الناس تلتف حولها وتقف معاها اكتر. كلام انا رايي ان ده كلام الشارع بشكل حقيقي، يعني دي الحالة اللي موجودة والتنوع اللي موجود. وزي ما قلت لحضرتك ان كان جزء من مشكلة قوانين الجمعيات والقيود اللي محطوطة ان هي اغلب جمعياتنا ومن اولها عشان اعترف انا من مجال حقوق الانسان منظمات حقوق الانسان ما كانتش منظمات عضوية، يعني لما كتير من المنظمات سجلت كشركة مدنية
ما كانش في فرصه ان انا اعمل نظام عضويه، فبالتالي المواطن ده يبقى عضو معايا، والمواطن ده كمان هو اللي بيحاسبني على الشغل اللي انا بعمله. يعني المحاسبه بس مش فكره ان في وزاره التضامن او غيره، المحاسبه كانت لازم تكون محاسبه مجتمعيه، ان انا عندي جمعيه في المكان اللي انا بشتغل فيه، اعضاء الجمعيه يراجعوا بالظبط. لكن كمان الناس اللي ما كانش عندها تماس، لان ما فيش عضويه في الجمعيات، الناس اللي ما عندهاش تماس في الجمعيات وما خدتش منها خدمات ما تعرفهاش، وبتسمع عنها بس في التلفزيون او الخناقه اللي موجوده. لكن انا ممكن اقدم امثله عديده جدا من جمعيات كانت، يعني مثلا جمعيات مسيحيه مثلا زي الهيئه القبطيه الانجليه، جمعيات الصعيد حتى الجزويت اللي فاتح يعني كل الجمعيات ده هي، وفي جمعيات التنميه الشامله وكير، يعني في تجربه في كير دلوقتي بنناقشها، خاصه ان سواقين التوك توك بقوا هم اشتغلوا معاهم ان هم بيناهضوا التحرش الجنسي في منشيه ناصر. صحيح. فهنا في عمل بيبقى موجود، بس نتيجه ان الجمعيات ما فيش عضويه وما فيش تواصل واسع، ما فيش مراقبه عن طريق الجمعيات العموميه اللي احنا بنقول دايما هي الجهه الرقابيه الاعلى دايما. فانا وجهه نظري اذا كنا عايزين قانون صحيح فعل كل ادوات المراقبه. اذا السؤال بقى حلو قوي الكلام ده، السؤال نحلم مع بعض انا وانت استاذ يوسف، ما هو من المفترض ان يكون شكل العلاقه ما بين الجمعيات دي وما بين الدوله قبل ان يصدر القانون؟ نقول كلامنا وامرنا لله. يلا. هو طول الوقت طول الوقت، وكمان اقول معلومه قبل ما اتكلم عن القانون والدستور، ان اصلا حتى القانون 32 لسنه 64 اللي كان شغال لغايه 2002 في الحقيقه ما كانتش بتتعامل بيه جمعيات اهليه وكتير. احنا كنا عايشين في ظل قانون الطوارئ، واغلب الحاجات بالمناسبه اللي حصل فيها مشاكل كانت من خلال قانون الطوارئ، مش قانون مش خلال قانون الجمعيات. دي حاجه. انا عندي دستور، وبالفعل ان احنا عندنا في مصر دستور رائع وينظم عمل الجمعيات وينظم الحريات وينظم، شرحنا المادة في الأول وفي التقرير وقلنا كل حاجة بالظبط. مصر زي ما كان حد صديق لبناني موجود بيقول لي، ميزة مصر إن فيها كل الأجهزة والمؤسسات اللي أنت عايزها. يعني مصر فيها كل حاجة، فعندي كل الأجهزة الرقابية الممكنة من جهاز مركزي لوزارات لغيره. فأنا دلوقتي إذا كان عندي دستور وعندي أجهزة البنية الأساسية الأجهزة الرقابية، طيب ما انا اختار زي ما تونس عملت كده، هو ابتدي اعمل قانون يسمح بحريه عمل الجمعيات وما يمنعش رقابه الدوله من خلال المؤسسات المشروعه عليها، ويدي دور اكبر للقضاء. يعني بمعنى في خلاف ما بين طرف وطرف في حاجه اسمها القضاء، نروح القضاء نحتكم للدين. ماجيش انا كجهه اداريه اخلص، ماجيش انا جهه اداريه اسيطر عليك. وبالتالي ان انا كده ما بدافعش عن منظمات حقوق الانسان، ده انا بدافع عن حق هذا المواطن، انا واللي بيراقبني نروح القاضي، نروح القاضي يفسر. وبدافع عن حق، لان صاحب الحق الاصيل في الموضوع لا هو منظمه حقوق الانسان، المواطن. فالمواطن يبقى عنده احساس ان الناس دي خاضعه لمحاسبه، وان هو كمان لو شارك معاها قادر يحاسبها. طيب ده الشكل المفترض المثالي، هل القانون بيقول كده؟ لا طبعا، كل القوانين كل ماشيه الثقة دي؟ لا طبعا، لا كل الثقه والسرعه دي. لا اول طبعاً. حاجه اول حاجه ان انا بجي شوية بس لا كده. لان انا داخل في الموضوع من من زمان، فكر شويه، لان في مداخل رئيسيه موجوده، ان انا باجي اسجل جمعيه. الاعتراض الجوهري فين؟ الاعتراض الجوهري على التحديد ان انا الصعوبات في تسجيل الجمعيه، ان انا اسجل جمعيه في صعوبات، لان هي في بتراجع ومش عارف ايه، وممكن يوافق وممكن ما يوافقوش. لكن الاعتراض الجوهري جوهري قوي سواء في التمويل او غيره، هو الاحتكام لمؤسسه القضاء. ان انا عندي مشكله ما بين الدوله، ما بين انا عايز فصل ما بين الاثنين، بحيث ان انا اقدر اوصل في حاله اشكال انا ارتكبت خطا، في قانون يحاسبني. وبالمناسبة القوانين ممكن تحاسب الناس بشكل كبير قوي، لكن ان انت تخلي لي مثلا الدعم اللي جاي لي ما يخشليش، طب انا هشتغل ازاي؟ وده ادى الى هروب فئات محترمة جدا في المجتمع كان نفسها للخدمة، قفلت جمعياتها ومشت، لا وما شاركوش. يعني في اطباء وفي اساتذة جامعة وغيره كان نفسهم ان هم يتطوعوا ويلعبوا عمل عام، هم خافوا من الجو ده. طب انا الرئيس السيسي مؤخرا قال ان احنا عايزين ندعم العمل الاهلي ونصرف العمل الاهلي وكل برامج، والدكتوره غاده والي على طول تطلع طول كل برامج الحمايه الاجتماعيه محتاجين المجتمع المدني، واي حد بيكلمنا معدي علينا يتكلم في اي موضوع بيقول لنا ندعم العمل الاهلي بوضوح كده. ايه المطلوب من الدوله بغض النظر عن الجانب التشريعي؟ ايه المطلوب من الدوله من اجل دعم العمل الاهلي في هذه اللحظه اللي احنا كلنا شايفين ان الدوله لوحدها ما تقدرش تشيل، ولا الحكومه لوحدها تقدر تشيل؟ بقت قناعه خلاص عرفنا. أنا رأيي إن في مسؤولية متعددة للدولة. المسؤولية الأولى في من ناحية الإرادة السياسية، إن يبقى الدولة نفسها يبقى في الإرادة السياسية، وكويس إن على مستوى الرئيس الجمهورية إن بنتكلم عن المجتمع الأهلي والمجتمع المدني، إن يبقى في إرادة سياسية للتشريع اللي جاي ده، هو مراجعته بشكل كويس، إن هو يبقى تشريع يدي مساحة
للعمل المجتمع منظمات المجتمع المدني والعمل الاهلي، زائد عدم التخوف، يعني الفوبيا والخوف من منظمات المجتمع المدني ملهاش في الحقيقه مبرر موضوعي. تونس زينا وبقت اكثر تقدما مننا في المجتمع المدني، بالعكس منظمات المجتمع المدني بتاعتها خدت جائزه نوبل عشان لعبوا دور ايجابي. بس الحقيقه في ظل حتى رئيس زين العابدين بن علي كان الاتحاد العام للشغل الفرنسي الموجود التونسي كان موجود كان وكان موجود. متطور بالظبط، كان في مودرنيزم، كان في حداثه يعني حقيقيه في العمل الاهلي الحقيقه. وجوده هو الرابطه التونسيه لحقوق الانسان في الحقيقه ظبطوا ايقاع الثوره، يعني اللي حصل الاستقطاب اللي حصل ظبطوا ده. ودلوقتي في مشاكل، في مشاكل في المجتمع المدني، في ناس كتيره طالعه للاسترزاء في تونس، ولكن في منظمات اساسيه ظابطه الايقاع، الصوره العامه، الصوره العامه ايجابيه. فانا هنا بنطلب اول حاجه دي المساله الاراده السياسيه في ده، ويكون فيها المرتبط بيها ان الهيئات المختصه، جهاز مركزي للمحاسبات او القضاء او اي جهات هي حياديه، هي تبقى الطرف اللي بيحاسب بالاساس، ماهيش الجهه الاداريه تخلص الجهه الاداريه. طب السؤال الاخير، بما انك جبت سيره تونس بقى استاذ يسري، عايز اعرف موقف الجمعيات ما بين ثورتي يناير ويونيو 30 يونيو. احنا طبعا شفنا كل حاجه مع الجمعيات، يعني شفنا كل حاجه، فتقييمك اخيرا كده، يعني اين ذهبت الجمعيات وازاي ننجو من هذا، يعني ايه عايز اقول الحته اللي متربه دي دلوقتي. شوف حضرتك، انا في تخيلي، وده يمكن كتبت فيه قبل كده، ان حصل نقطه محوريه وتغير كبير فيما يتعلق بالمجتمع المدني بعد ثورات الربيع العربي. تغير كبير حصل عند انقسامات، الانقسام الاولاني او التناقض الاولاني ما بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي. يعني في كتير من تركيبه المجتمع المدني جذبهم عالم السياسه، دخلوا اسسوا احزاب، بقوا تعبير اللي اسمه نشطاء، اللي هو زاد بشكل كبير، اللي انت ما عندكش تعرف هو بتاع مجتمع مدني ولا ممكن يشتغل سياسه. حاله الاستقطاب اللي حصلت اللي خلت ان في ناس منحازه هنا وناس منحازه هنا، هو فدي اول حاجه بتخلينا لازم نعيد التفكير بعمق، هو مستقبل المجتمع المدني ايه؟ ما بين السياسي وما بين المدني، ما بين حاله السياسه وحاله المدني. السوشيال ميديا، يعني دلوقتي في شباب كتير النشاط بتاعهم في الحقيقه ما عادش مرتبط بان انا ابقى عندي جمعيه. ده انا ممكن من خلال الفيسبوك او كذا اعمل لي حمله، حتى الشغل اللي كانت بتعمله قبل كده منظمات المجتمع المدني ان انا برصد تعذيب واعمل لي تقرير واوجع قلبي، ده مجرد صوره فيديو في حته انا جبت وقعت الانتهاك. وخلصت المسألة. ففي تحولات كبيرة حصلت في بنية المجتمع المدني هتغيره. أنا وجهة نظري مش هيفضل المجتمع المدني. طب في ثانية بالظبط، مدني ولا سياسي؟ يعني يجب أن نفصل العمل. لا، لازم العمل المدني. أنا رأيي أن نفصل فاصل. هو كل حاجة ممكن نسميها سياسة، بس أنا رأيي أن هو فكرة التحزب، البعد عن التحزب. العمل. لكن أي حاجة في الدنيا كلامنا ده ما هو بيصب في النهاية في كلام سياسي. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لحضرتك، تغير كمان المجتمع الدولي. يعني احنا فترة التسعينات اللي شفنا فيها مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية هي كانت فترة دعم المجتمع المدني. بعد أحداث سبتمبر وبعد كده دخلت الثقافة صراع الحضارات وحوار الحضارات، دلوقتي حقوق الإنسان ما عادتش موجودة في المجتمع الدولي. شوف ترامب بيعمل إيه؟ شوف الاتحاد روسيا بتعمل إيه؟ شوف كذا. فابتدت التركيبة تتغير خالص، وده هيأثر على أداء المجتمعات المدنية، لأن هي في الحقيقة هي ظاهرة كوكبية. أشكرك أستاذ يسري مصطفى، أنا استمتعت بالحوار معك. إذا كان هذا الضيف الكريم الأستاذ يسري مصطفى بيقول أن المستقبل واعد للعمل الأهلي. بإذن الله حوار جديد، لأن دائما الحوار مستمر.